بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مرحبا بكل من التحق بقناتي. راح نقدم نموذج للفرض الثالث في مادة التربية الإسلامية للسنة الثانية متوسط. نتمنى أنها تفيدكم كمراجعة، تابعوا معايا. نبدأ على بركة الله. التمرين الأول أو السؤال الأول: عرف زكاة الفطر، ما هو دليل مشروعيتها من السنة أو من القرآن؟ ما الحكمة من تشريعها؟ لماذا فرضت على المسلمين؟ إذن هذه ثلاثة أسئلة خاصة بالتمرين الأول. نجيب عن التمرين الأول ثم ننتقل إلى الثاني. إذن تعريف زكاة الفطر: زكاة الفطر هي مقدار من المال أو ما يعادله من غالب قوت أهل البلد، يخرجها المزكي عن نفسه وعن من تجب عليه نفقتهم قبل صلاة عيد الفطر. إذن زكاة الفطر إما تخرج مالا نقدا أو تخرج من قوت أهل البلد كالأرز أو الأشياء التي يتقوت بها أهل البلاد. ومن يخرجها؟ يخرجها الرجل عن نفسه وعن أهل بيته الذين تجب عليه نفقته، أولاده أو أسرته أو أسرته الصغيرة أو الكبيرة، كل من تجب عليه نفقتهم. هذه هي تعريفها. إذن تعريفها يكون بهذه الطريقة. كيف شرعت أو دليل مشروعيتها؟ دليل مشروعيتها لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. يعني هي فرض على كل مسلم صام رمضان، هذا هو دليل مشروعيتها. الحكمة من تشريعها: لماذا فرضها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ولا ينطق عن الهوى إنما هو وحي يوحى، كلامه كله عبارة عن وحي. الحكمة من تشريعها: إذن فرض الله هذه الزكاة تطهيرا للصائم من الأعمال والأقوال التي تنقص أجره، أي أجر صيامه، كاللغو والغيبة. كذلك تعتبر مساعدة للفقراء والمساكين، وكذلك حتى تعم الفرح يوم العيد جميع المسلمين، الفقراء والأغنياء. نذهب الآن إلى السؤال الثاني أو التمرين الثاني أو الوضعية الثانية. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر إلى غاية تفلحون، الآية 90 من سورة المائدة. أتمم الآية الكريمة واضبطها بالشكل التام. عرف الخمر وما حكمه، عرف الخمر وما حكمه. وقف الفيديو واسترجع ما تحفظه ونتقاسموا الحلول مع بعضنا البعض. إذا قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذن تعريف الخمر: هو كل شراب مسكر يذهب العقل ويحجبه عن وظائفه. الخمر هو كل شراب مسكر يذهب العقل ويحجبه عن وظائفه. ما حكمه؟ إذن شرب الخمر من أكبر المعاصي والذنوب، وقد حرمه الله تعالى على عباده، هو حرام على عباده. هذا هو حكمه، أنه حرام.
لا يجوز لمسلم أن يشرب الخمر. بقيت لي وضعية أخيرة، إذا ماذا تقول هذه الوضعية؟ أذكر أهم الأعمال التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قدومه للمدينة. ما هي الأعمال التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قدومه للمدينة؟ إذا كيف سنجيب؟ إذا أهم الأعمال التي قام بها سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عند قدومه للمدينة، أولا بناء المسجد. إذا بني المسجد، بناء المسجد، تم بناء المسجد في المكان الذي باركت فيه الناقة، وأسس الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي الشريف، واشترى أرضه من غلامين يتيمين كان يملكانها، وأسهم في بنائه بنفسه، فكان ينقل اللبن والحجارة ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. العمل الآخر الذي قام به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو المؤاخاة. إذا ما معنى المؤاخاة؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار أن يتآخوا أخوين أخوين، وذلك لتقوى بينهما أواصر الحب والتكافل والمساواة، وتزول الفوارق والعصبيات الجاهلية، وتحل محلها الأخوة على أساس الإسلام والإيمان. الشيء الثالث هو إنشاء وثيقة المدينة. إذا ما هي وثيقة المدينة؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بكتابة دستور لسكان المدينة، حدد فيه العلاقات، الحقوق، الواجبات بين المهاجرين والأنصار واليهود والأعراب المجاورين للمدينة، وأقر قبائل اليهود على دينهم وأموالهم، واتفقوا على الدفاع المشترك على المدينة لأنها أصبحت وطنا واحدا لهم جميعا. الشيء الآخر الذي قام به أيضا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو الإحصاء. ما هو الإحصاء؟ إذا طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة إحصاء عدد من تلفظ بكلمة الإسلام في المدينة المنورة، فأحصوهم يعني حسبوهم، عدوهم، فكانوا 1500. آخر عمل قام به سيدنا محمد هو إصلاح البنية التحتية عليه الصلاة والسلام. إذا ماذا فعل؟ كيف أصلح البنية التحتية؟ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام سوقا خاصا بالمسلمين، وقام بحملة نظافة للأبار والأودية، وشجع الأعمال والحرف، واستمر في بناء المجتمع القوي والمستقر على أسس ثابتة وقواعد متينة. كان هذا هو فرض التربية الإسلامية. نتمنى أن المراجعة كانت قيمة. تمنيتي لكم بالتوفيق، وإلى اللقاء تلاميذي الأعزاء.